الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة المرقاة، في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. باسمكم جميعا أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة، صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم، الداعية بوزارة الإسلامية. فحياك الله صاحب الفضيلة. حياكم الله وبياكم، حيا الله الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يسعد الجميع. اللهم آمين. نسعد بتواصلكم معنا مشاهدينا الكرام عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسرنا ويشرفنا تواصلكم معنا عبر حساب قناة المرقاب في تويتر تي في مرقاب. لمن لم يتمكن من التواصل معنا عبر الهاتف يرسل سؤاله عبر الحساب، وبإذن الله عز وجل سنعرض سؤاله في ثنايا حلقة على صاحب الفضيلة ليجيب عليه. شيخ، لعل نبدأ حلقتنا مع أجوائنا في ذكرنا عن مدينة الرياض، ونسأل الله أن يغيث البلاد والعباد أجواء ماطرة، ونسأل الله أن يبارك في فيما نزل من السماء. لو تكلمنا عن الشيخ الصلاة في الرحال متى تكون؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر مناديه المؤذن، أي مؤذنه، أن ينادي يوم الجمعة إذا بلغ حي على الصلاة أن يقول الصلاة في الرحال، لا ينادي في الأذان بأن يقول حي على الصلاة يعني هلموا إلى الصلاة، وإنما يستبدل هذا اللفظ بالصلاة في الرحال. فإذا اشتد المطر قبل الصلاة فالمشروع والسنة أن يقال للناس صلوا في الرحال أو الصلاة في الرحال، سواء ذلك في صلاة الجمعة أو في سائر الصلوات الخمس الفرائض اليومية. ويرى بعض أهل العلم أنه لا يصلى في البيت إلا إذا قال المؤذن الصلاة في الرحال، بمعنى أن المؤذن إذا نادى وقال حي على الصلاة فإنها تجب الإجابة عند في قول بعض أهل العلم. والذي يظهر في المسألة أنه إذا اشتد المطر وتعذر الوصول فإن الإنسان يصلي في بيته، وإذا وجد من يصلي معه في بيته فتجب عليهم الجماعة، كان يكون الرجل وأولاده في البيت فإنها تجب عليهم الجماعة إذا صلوا في البيت. ولا يعني هذا، مثل ما قال بعض أهل العلم من طلاب العلم المعاصرين، لا يعني هذا أنه لا يجوز الجمع. بعض طلاب العلم يقول، يستنبط من هذا الحديث أو يستنتج من هذا الحديث أنه لا يجوز الجمع في المطر، حجته أن السنة أن يقال الصلاة في الرحال وأن يصلي الناس في الرحال. لكن إذا حضر الناس ونزل المطر وشق عليهم الرجوع في وقت الأخرى سواء في النهار أو في الليل على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن لهم أن يجمعوا بين الصلاتين. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال صلى 87، يعني الثمان الظهر والعصر طبعا مفصولات لا يقصر فيها إذا كان في البلد، والمغرب والعشاء 7، صلى المغرب ثم سلم ثم صلى العشاء. فسئل ابن عباس عن ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته، في بعض الروايات من غير عذر ولا مطر. سئل ابن عباس ماذا أراد بذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته. فإذا كان هذا في التشريع، وطبعا لا، كما نص الإمام الترمذي رحمه الله أنه لم يعمل أحد بظاهر هذا الحديث، يعني لم يجمع أحد كما جمع النبي عليه الصلاة والسلام من غير عذر، لكن إذا وجد العذر فهو من باب أولى. إذا وجد المطر أو مثل ما يقول أهل العلم وجد الوحل أو وجد الريح الشديدة أو البرد الشديد أو الحر الشديد الذي لا يستطيع الإنسان أن يصل معه إلى المسجد أو لا يصل معه إلا بمشقة، فإنه يجمع لذلك. بارك الله فيك وسلم بعلمك ويبارك فيك. طيب شيخ، لو تكلمنا عن أحكام المسح على الخفين خاصة مثل هذه الأيام، بعض الناس قد يلبس شرابا أو خفا أو جوربا، لكن طريقة المسح متى تبدأ ومتى تنتهي للمقيم؟ وهل الشيخ تكون المسح بعد أول حدث أو من عند أول لبسة يلبسها للشورى مثلا؟ هذه يعني من المسائل التي يحتاجها الناس في هذه الأيام، صحيح، وربما يحتاجها بعض الناس في بعض البلاد في طول العام. أولا، المسح عليها يجب أن يكون بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها، يعني لا يزيد عليها، له أن يقل أن ينقص من المدة لكن ليس له أن يزيد عليها. وأن يمسح عليها بعد طهارة مائية كما قال ابن عبد البر رحمه الله. والفائدة من هذا القيد طهارة المائية أنه لا يمسح عليها بعد تيمم، يعني لو
تيمم ولبس الشراب ثم توضأ فإنه لا يمسح عليها لأنه لبسها على طهارة ليست مائية. ومثله لو أن الإنسان خلع الجوارب بعد المسح فنقول أنت باقي على طهارتك لأن خلع الجوارب ليس من نواقض الوضوء، لكن لا تمسح عليها لأنه لم يلبس الجوارب على طهارة مائية. هذا القيد ذكره ابن عبد البر رحمه الله، وفائدته هذه الفائدة أنه لا يعني لو خلع الجوارب وهو على طهارة، يعني إنسان لبس الجوارب ثم أحدث ثم مسح، وهذا سيأتي الكلام عليه في متى يبدأ المسح ما أشرتم إليه، فلو مسح ثم خلع الجورب ثم رجع به نقول له صلي ما لم تحدث، لكن لا تعيد المسح لأن الجورب لبس أو الشراب أو الخف لبس على طهارة ليست مائية. نعم، هذه بالنسبة للبس الجورب. أما متى يبدأ المسح؟ فيبدأ المسح بعد أول مسح بعد الحدث. نضرب لذلك مثال، شخص لبس الجوارب توضأ لصلاة العصر ثم لبس الجوارب ثم بقي على طهارته إلى صلاة العصر، الأيام هذه العصر القصير أو يعني الأوقات القصيرة مثل ما بين المغرب والعشاء، فبقي على طهارته إلى صلاة المغرب فلم يمسح، ثم بقي على طهارته إلى صلاة العشاء فلم يمسح، ثم نام، والنوم حدث أو مظنة الحدث ينزل منزلة الحدث، ثم نام ثم قام لصلاة الفجر، نفرض أنه في هذه الأيام مثلا قام الساعة الرابعة والنصف أو الخامسة فمسح عليه الساعة الخامسة، توضأ ومسح، هنا يبدأ المسح للمقيم يوم وليلة يعني 24 ساعة، سواء مسح كل الأوقات بعد الفجر هذا بعد الساعة الخامسة مسح كل الأوقات أو لم يمسح. يعني لو افترضنا أنه مسح لصلاة الفجر ثم توضأ لصلاة الظهر ومسح ثم بقي طاهر لصلاة العصر ولم يمسح، فإنه يحسب أيضا الوقت هذا، بمعنى أنه يمسح 24 ساعة إذا بدأ المسح من الساعة 5 الفجر اليوم إلى الساعة 5 الفجر اليوم الثاني. فإذا انتهت مدة المسح والإنسان باقي على طهارته فإنه يعني لا يؤمر بإعادة الوضوء إلا إن شاء أن يجدد الوضوء، لكن لا يمسح، يعني انتهاء المدة وخلع الجورب ليست من نواقض الوضوء، بمعنى أنه لو قام في اليوم الثاني الساعة الرابعة قبل الفجر بساعة وتوضأ ومسح ثم جاءت صلاة الفجر نقول صل، انتهت المدة لكن صل، المدة ليست من نواقض، انتهاء المدة ليست من نواقض الوضوء، ولا يبطل بها حكم المسح على الجورب، لكن لا يمسح بعد انتهاء المدة. بارك الله فيك. الشيخ بعضهم يقول لك خمس مسحات فقط على الشراب مثلا، إذا مسحت خمس مسحات ينتهي الآن وقت المسح، لكن لو الشيخ مثلا مسح العصر وصلى المغرب والعشاء بوضوء العصر وانتهى الوقت وكانت المسحات من ثلاث مسحات على الشراب مثلا بقي مسحات، يعني ما فهم يعني حتى يفهم المشاهد أن هذا الفعل لا يجوز. نعم، هي لا تقيدها بخمس مسحات، هي لا تقيد بخمس، هي تقيد كما جاء في الحديث للمقيم يوم وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة، اليوم والليلة 24 ساعة، مثل ما قلنا لو مسح الساعة 5 قبل الفجر أو الفجر له أن يمسح إلى 5، بعد 5 ليس له أن يمسح، فلا نقول ثلاث مسحات أو أربع مسحات أو خمس مسحات، وإنما إذا أحدث ثم مسح فله أن يمسح 24 ساعة، لأن هي التي جاء بها النص يوم وليلة، لا نقيدها بعدد المسحات، لأنه قد يمسح بعض الناس يمسح ثلاث مرات، وكما أشرت قبل قليل مثلا يتوضأ لصلاة الفجر ومسح، توضأ لصلاة الظهر ومسح، جاءت صلاة العصر وهو على طهارة لم يمسح، هذه داخلة في المسح سواء مسح أو لم يمسح بعد ذلك. نعم، بارك الله فيك شيخ وسام بعلمك. أذكر الأخوة بأرقام التواصل معنا الظاهرة على الشاشة لمن أراد أن يسأل الشيخ ويجيبه على سؤاله بإذن الله، ومن لم يتمكن من التواصل عبر الأرقام يرسل لنا عبر حساب قناة المرقاب في تويتر تيفي مرقاب، وبإذن الله عز وجل سنطرح سؤال على الشيخ ليجيب عليه. شيخنا في تويتر أثير جدل في هاشتاج، طبعا ما يدار فيه الشيخ أنه ليس من حق رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعا الإنكار على المرأة الكاشفة لوجهها، هل لهذا صحة هذا الكلام أو أنه غير صحيح؟ أولا الكلام هذا غير صحيح، وإذا كان الإنسان في بلد يأمر فيه ولي الأمر ويفتي فيه العلماء بوجوب ستر الوجه وبوجوب الحجاب، فإن هذا الذي يقول هذا القول يعتبر عند أهل العلم مفتئت على ولي الأمر، يعني متقدم على ولي الأمر،
وقد يكون بهذا الفعل هو يعني إذا كان يعرف عنه أنه يدعو إلى طاعة ولي الأمر فهو بهذا يدعو إلى دعني أقولها إلى التمرد على ولي الأمر بهذه الأوامر، لأن ولي الأمر هنا مثل ما قال شيخ الإسلام بن تيمية يعني مهمة ولي الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا نص عليه شيخ الإسلام بن تيمية، يعني إنما جعل ولي الأمر لإقامة شرع الله عز وجل، وهذا من شرع الله. هذا بالنسبة للمسألة الأولى. بالنسبة للمسألة الثانية قولهم يعني مثل ما يقول بعض الناس لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني إذا جاء رجل الهيئة لا ينكر مثلا على من يدخن مثلا، لا ينكر على من يسبل، لا ينكر على من يسمع الأغاني، لا ينكر على من تكشف وجهه مثلا في مثل هذه البلاد، فبهذا يميع الدين ويضيع. لماذا؟ كل هذه المسائل مسائل خلافية وكلها داخلها الخلاف. ولذلك ابن القيم رحمه الله له تفصيل جميل في قولهم لا إنكار في مسائل الخلاف. الصحيح أنه في إنكار في مسائل الخلاف، لكن إذا كانت مسائل الخلاف قوية وكل قول له حظ من النظر، نعم لا إنكار في مسائل الخلاف. يعني كأن يكون مثلا شخص يأتي إلى الصلاة مثلا ويصلي ويعتقد أنه يجب أو أن السنة أن يضع يديه على صدره فيضع، يأتي الآخر يرى أن السنة أن يضع يديه على سرته مثلا، هنا لا إنكار في مسائل الخلاف، نعم يدخلها الأمر هذا. لكن في المسائل العامة والمسائل التي يفرضها ولي الأمر والمسائل التي يجمع عليها أهل العلم أو قريب من الإجماع يعني عليها عامة فتوى أهل البلد، فيجب أن يتقيد بها، ولا يعني يسوغ لقائل أن يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، فإن هذا الكلام ليس على إطلاقه. نعم أحيانا المسائل قد يكون فيها إجماع، يعني مثل قضية الأغاني نقل غير واحد من العلم الإجماع على تحريمها، مثل أيضا قضية كشف المرأة وستر الوجه نقل أيضا بعض أهل العلم الإجماع على وجوبه في حال الفتنة، وأي فتنة يعني نراها اليوم أو يعني في عالمنا المعاصر أشد من فتنة النساء، وهي ما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء كما في الصحيح. فقول من قال إنه لا إنكار في مثل هذه المسائل أو لا يحق لهم الإنكار، هذا أولا مفتأت على ولي الأمر، مفتأت على أهل العلم، أيضا مخالف لما عليه أهل العلم من الإنكار في مسائل الخلاف. نعم بارك الله فيك. طيب شيخ نتكلم عن الحجاب الآن وكشف الوجه، نرى شيخ في غزينا الآن في مجتمعاتنا التجارية كثير من الفتيات وكثير من النساء كاشفات للوجه ويتحججن بحجج واهية، وأن بعض المذاهب تجيز كشف الوجه، وأن الأمر في سعة، وأن لم يكن هناك أمر شرعي صريح بغطاء الوجه. نصيحة الشيخ ورسالة لمن يشاهد من كان يتهاون في مثل هذه الأمور. أولا الكلام في مثل هذه الأمور أحيانا يعني لما يأتي شخص يعني يريد أن يعني يسمع إلى الأغاني فهو لا يعرف من هو ابن حزم، فيقول ابن حزم يجيز الأغاني، وهو لا يعرف ابن حزم ولا يعرف ما يعني ما هي كتب ابن حزم ولا ما هي أقوال ابن حزم ولا، لكن لا يعرف إلا ما يريد. طيب ابن حزم يقول يعني يروى عنه أنه قال أن السعي بين الصفا والمروة 14 شوط، الذهاب نص والرجعة نص، طيب اسعى كما قال ابن حزم. لماذا؟ لأن هذه توافق هواه. أما قضية الحجاب وتغطية الوجه فجاء عليها النص في كتاب الله، يا أيها النبي قل لبناتك وأزواجك ونساء المؤمنين، يعني ما اختصت بنساء النبي ولا بزوجاته، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وثبتت الأحاديث الصحيحة في الحجاب وفي تغطية المرأة لوجهها، ومن ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها لما خلفت في غزوة بن المصطلق في غزوة المريسيع وجاء صفوان المعطر رضي الله عنه قالت كان يعرفني قبل نزول الحجاب. معنى ذلك ماذا؟ بعد نزول الحجاب لا يعرفها، وإنما كان يعرفها قبل نزول الحجاب، فلما راها عرفها واسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا قالت أسماء رضي الله عنها وتروي عنها فاطمة بنت المنذر، تقول بنت المنذر بن الزبير يعني حفيدة لها، تقول كنا مع أسماء وفي بعضها مع عائشة رضي الله عنها في بعض الأثار، فإذا في المحرمات في الحج، ومعلوم أن إحرام المرأة كما يقول بعض العلماء في وجهها، فتقول إذا حاذون الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. يعني أي عربي ماذا يفهم من هذا النص؟ يفهم من كشف الوجه أو تغطية الوجه، ومعلوم أن المرأة مأمورة في حال إحرامها أن تكشف عن وجهها،
لكن يعني احتملت هذه أو غطي الوجه أو أمرت بتغطية الوجه لأن هذا الأمر يعني واجب، لا يمكن أن يعارض المحظور بأمر مسنون. يعني لا نقول لشخص مثلا غط رأسك من غير حاجة، وإنما يغطي رأسه إذا وجدت الحاجة وعليه الفدية. كذلك الأمر بالنسبة للمرأة، لا تؤمر بتغطية وجهها لمجرد أنه أمر مسنون. لو كان أمر مسنون كما يقول بعض أهل العلم لا لما قيل لها غطي وجهك إذا حاذوك الركبان وحاذوك الرجال في طريق الحج. أيضا الأدلة على هذا كثيرة لكن الوقت صحيح قصير. نعم بارك الله فيك شيخ صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ تكلمنا عن إهمال الآباء لأبنائهم وإعطائهم الثقة الزائدة في أنفسهم، يعني بعض الآباء قد يعطي ابنه أو بنته الثقة الزائدة وعدم متابعته وعدم السؤال عنه وعدم يعني متابعة أموره، يعني هل ترى أن هذا الفعل خاصة في زمن الشيخ الآن مع اسمها وسائل التواصل الاجتماعي الحديث الآن انفتاح التقنية على مصراعيها، يعني صار الآن الولوج في الشهوات والشبهات من أسهل الأشياء، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلام والعافية. ليس في زمن الانفتاح الذي أشرتم إليه وإنما قبل أكثر من 20 سنة أنا سمعت أحد الرجال الهيئة يتكلم عن رجل أعطى الثقة لنسائه، يقول فذهبنا إليه وكلمنا ونعرف الرجل، نعرف سيارة الرجل، نعرف في مدينة صغيرة، يقول نعرف أن هذه سيارة الرجل، نعرف ماذا يجري، وما يعني بحكم اطلاعكم وعمل في عمل الهيئات يعني يعرفون أشياء كثيرة. يقول فأتينا بالرجل ونصحنا، قال أنتم تشكون الناس في محارمهم، أنتم كذا أنتم، يقول فكلمنا مرة مرتين ثلاثة، يعني احفظ محارمك احفظ عرضك كذا. العرب يعني كانت يعني تدفع عن أعراضها مع جاهليتها قبل الإسلام صحيح. بما عندهم من الغيرة يدفعون عنها بأرواحهم. يقول فكلمنا الرجل أكثر مرة ما لم يجد الكلام، يقول حتى تم القبض على بناته في وضع مخل صحيح. يقول فأتينا بالرجل حتى لا يتهمنا بالتشدد والتشدق والتضييق عليه والتضييق على محارمه واتهام الإنسان في محارمه وما إلى ذلك. يقول أتينا به والبنات في وضعهن، يقول قلنا لهم بس البسوا العباء فقط. يقول أتينا بالرجل وأتى الرجل على عادته يسب وكذا وأنتم تتهم، قلنا لا تطيل الكلام ادخل وانظر. هذا الذي حصل نتيجة الثقة. ولو كانت الثقة المطلقة تعطى لأحد لأعطيت لأمهات المؤمنين، ومع ذلك الله عز وجل قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال ولا تخضعن بالقول وهن أمهات المؤمنين. يعني لو كانت الثقة المطلقة تعطى لأحد لأعطيت لأمهات المؤمنين. ولا يعني هذا في المقابل أيضا التشدد والتضييق والتجسس وتتبع العورات والزلات، هذا نهينا عنه. لذلك جاء في الحديث عند أبي داود في حديث صحيح ويحسن بعض أهل العلم أن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله. الغيرة التي يحبها الله ما كان في ريبة يعني في موطنها، والتي يبغضها الله التي في غير ريبة، الإنسان الشكاك، الإنسان الذي يتلمس العثرات إلى غير ذلك. فالوصية في هذا أن يحفظ كل إنسان عرضه وأن يعلم أنه مسؤول أمام الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عن هذه الرعية حطها بنصيحة أو لم تحطها. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله المغفل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه، النصح والرعاية والاهتمام، إلا حرم الله عليه الجنة. الأمر يعني ليس بالأمر اليسير، يعني وعيد شديد، والحديث في الصحيحين كما قلت ثابت. يعني لا فيحرص الإنسان على أن يحفظ عرضه، يحرص الإنسان على أن يحفظ ذريته، يحرص الإنسان على أن يحفظ من تحت يده لأنه مسؤول عنهم وسيسأل عنه يوم القيامة. ويأتي الإنسان يوم القيامة ويتخلى عن أقرب الناس إليه، تفرح الزوجة وتفرح البنت ويفرح الولد أن له حق في عند قريبه. نعم كما قال الله عز وجل في يومئذ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في تفسير الآية يفرح تفرح المرأة أن يدور الحق لها على زوجها أو على أبيها، تنقطع الأنساب ما عاد فيها الأنساب هناك. يعني هؤلاء الذين أنت يعني تشفق عليهم، الأب الذي يشفق على أبنائه من مثلا منعهم من كثير من الأمور التي تؤدي إلى الهلكة، هو يلقي بهم في الهلكة وهم سيقفون أمامه خصوم يوم القيامة. فلا يتصور الإنسان المسألة مسألة يسيرة أو مسألة بسيطة. أضف إلى ذلك يعني مثل ما يقولون ترك الحبل على الغارب،
يعني المرأة تذهب أن شاءت متى شاءت مع السائق وتمكن من الذهاب والمجيء. يعني عقلاء الغربيين اليوم، عقلاء النصارى، عقلاء الكفار يقولون يعني إذا ترك الأمر للمرأة فسدت. يعني الغربيين يقولون هذا، كيف من أهل الإسلام؟ هم يقولون يعني المرأة إذا ترك لها المجال فسدت وتمردت على الرجل، خاصة إذا مثل ما يقولون إذا استقلت اقتصاديا. وهذا موجود بأرقام ودراسات وحقائق يذكرها الغربيون نفسهم. فكيف بنا أهل الإسلام الذين يجب علينا أن نتمسك بديننا؟ وكما قلت العاقل من يمسك العصا من النص، لا يترك العصا مهملا ولا يكسر العصا. بارك الله فيك وسلام في علمك شيخ. هذا عندنا التسبيح بالخاتم الذي يكون في اليد، عدد التسبيح، نعم هذا جائز؟ التسبيح بالخاتم وبالسبحة وبالحصى وبالنوى وبالحبل الذي يعقد عقد في القديم، كل هذه من الأمور المحدثة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه سبح بغير أنامله. كل ما ورد عن الصحابة فيما وقفت عليه أنه لا يصح، سواء عن أمهات المؤمنين أو عن أحد من الصحابة أو حتى عن التابعين، لم يثبت عنهم أن أحدا منهم سبح بغير أنامله. وتعجبني مقولة يقول أحد الفضلاء، يقول إن الاحتلال لما جاء الذي يسمى عن طريق الخطأ يسمى استعمار، وهو ليس تعمير إنما هو تدمير، يقول الاحتلال لما جاء نزع السيوف من أيدي المسلمين واستبدلها بالسبحة، قال اجلسوا في مساجدكم وسبحوا كما تشاءون. نعم، فالتسبيح بها أمر محدث، والنبي عليه الصلاة والسلام بفعله وقوله حث على التسبيح بالأنامل، قال يا معشر المسلمات سبحنا بالأنامل فإنهن، قال وعقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. يعني هذه الأصابع إذا سبح بها الإنسان يسأل يوم، تسأل يوم القيامة وتستنطق وتشهد لصاحبها، بخلاف المسبحة أو الخاتم أو الحبل أو الحصى أو غير ذلك. وابن مسعود رضي الله عنه جاء عنه كما عند الدارمي وابن وضاح في البدع والنهي عنها أنه رمى الذين يسبحون بالنوى رواهم بالحجارة أو بالحصبة، وأنكر عليهم الإنكار الشديد. بارك الله فيك. الشيخ الزكاة هل تصرف في كفاءة الأيتام ويكون داخل في حديث النبي أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة أو لا؟ إذا كان اليتيم ينطبق عليه وصف الفقر فنعم، إذا كان اليتيم ينطبق عليه وصف الفقر فنعم. أما إذا كان اليتيم له مال، لأنه ليس كل الأيتام فقراء، وإنما قد يكون الأكثر من الأيتام فقراء. بعض الأيتام يكون مثلا خلف له والده مال أو يكون له مال لكن عليه وكيل، فهذا لا تصرف له الزكاة ولا يجوز أن تصرف له الزكاة لأنه غني والمال ماله لكن بيد الوكيل. أما إذا كان اليتيم فقيرا فإنه يصرف له بوصف الفقر. بارك الله فيك وسلم بعلمك. طيب الشيخ خلينا ندخل في حديث النبي أنه كافل اليتيم مثلا زكاة مالي مثلا 1000 أو أقل من 1000 يكون ليس كمسمى كفالة، لكنه مبلغ يكفي أسبوع أسبوعين، هل يدخل في الكفالة؟ يدخل في الكفالة لكنها كفالة يعني تعتبر مؤقتة، بخلاف الكفالة التي تستمر حتى يبلغ، لأنه إذا بلغ فلا يتم بعد احتلام كما جاء في الحديث، لا يتم بعد احتلام. إذا احتلم، لأن أحيانا مفهوم عند بعض الناس أنه يطلق عليه يتيم حتى إذا بلغ 20 سنة يقال يتيم، لا، إذا بلغ الحلم انتهى، يعني بلغ سن البلوغ انتهت مرحلة اليتم. فالكفالة على أقسام، منها ما تكون الكفالة أن يكفله يعني بنفسه فيأتي به ويطعمه من طعامه ويكسوه ويعتني به ويعالجه إذا احتاج العلاج ويعلمه إذا احتاج التعليم كأنه ابنه. هذه أفضل الأنواع. المرحلة التي تليها ذكرها أهل العلم وهي الكفالة بالمال. يعني في كثير من الأحيان الآن لو أردت أن تكفل يتيم ما استطعت أن تأتي به إلى بيتك، أما أن الأحيان الحدود السياسية تمنع هذا إذا كان اليتيم خارج البلاد، أو أنك لا تستطيع أن تكفله في بيتك ربما لصغر البيت، أو أحيانا الزوجة تضجر من ذلك أو غير ذلك، فتقوم كفالته بالمال مقام كفالته بالكفالة الأولى التي هي الشاملة. الثالثة التي هي التي أشرتم إليها وهي المؤقتة، يعني يكفل اليتيم مثلا لمدة شهرين 3 أشهر ثم ينقطع عن ذلك، والأفضل أن يعني بهذه المراتب.
بارك الله فيك شيخ وسلام بعلمك. هذا يسأل الشيخ عن الدفعة الأخيرة في التأجير المتهم بالتمليك، يقول أنها دفع على الاقتصاد كاملة لكن بقي الدفعة الأخيرة من العقد، يقول هم يريدون يكتبون عقد الآن حتى تكون الدفعة الأخيرة اقتصاد، هل هذا الفعل جائز أو محرم؟ كيف؟ يعني مثل الشيخ أنا مثلا سأشتري سيارة عن طريق التأجير المتهم بالتمليك، أدفع مثلا دفعة أولى 20 ودفعة أخيرة مثلا 15، نعم، لما انتهيت من الاقتصاد اللي بين الدفعتين بقي الدفعة الأخيرة علي الآن، نعم، يريدون كتابة عقد. على ما فهمت من سؤاله اللي فهمته يكتب عقد بالمبلغ ال 15 الأخيرة يدفعها على أقساط. إذا كان يدفع ال 15 الأخيرة على أقساط دون زيادة فيجوز، أما إذا كان يدفعها بزيادة مثل ما يقولون نسبة 1-2-3% فلا تجوز، لأنها خلاف ما تعاقدوا عليه في البداية. وغالبا الشركات يعني في الغالب فيما أعلم أنها لا يعني تقسط مثل هذا الأمر إلا بفائدة بنسبة، فإذا كان بنسبة فلا يجوز، وإذا كان يعني من باب التيسير ومن باب أنهم يعني يدرك بعض ماله أو يدركون القسط الأخير ولو يعني على أقساط فمن غير زيادة فلا إشكال في ذلك. والشيخ يقول عقدين في عقد، يكون عقدين في عقد، نعم. العقد الأول يكون دفعتين والأقساط، نعم. الآن صار عقد آخر في نفس العقد اللي هو الدفع الأخير، هو لا يعتبر عقد آخر الآن، إنما يعتبر تسهيل للدفعة الأخيرة. نعم، أنت تطلب شخص مثلا 15,000 مثل هذا المثال، فتقول له يعني بدل ما أنت ما تسدد 15,000 كل شهر عطني من راتبك 1,000 ريال، هذا يعني من باب التيسير فقط، ليس عقدين في عقد. ممتاز، نعم. بارك الله فيك. أذكر الأخوة بأرقام التواصل معنا عبر الهاتف التي تظهر تباعا على الشاشة كما يسرنا تواصلكم معنا عبر حساب قناة المرقاب في تويتر تي في مرقاب. لمن لم يتمكن من التواصل عبر الهاتف يرسل سؤاله عبر تويتر وسنطرحه على الشيخ ليجيب عليه. شيخنا عبر تويتر يقول أحد الإخوة تعليقا على ما ذكرتم في التسبيح يقول هل يدخل له في كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة؟ نعم، يدخل فيها، وإن كانت هذه كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله ونص عليها في الاعتصام أنها من البدع الإضافية، يعني هي ليست من البدع الأصلية وإنما هي من البدع الإضافية، يعني التسبيح بحد ذاته مشروع لا إشكال في ذلك، الإشكال في الوسيلة التي استخدمت في العد. نعم، وهذه أيضا يتحجج أحيانا بعض الناس أنه لا يستطيع أن يضبط العدد. أقول مسألة ضبط العدد يعني في الأعداد اليسيرة أو في الأعداد المعروفة اليومية مثل التسبيح 100 أو 10 أو من كل واحدة 25 كما جاء في صفات التسبيح بعد الصلاة، هذه يمكن ضبطها، يعني أحيانا الإنسان يجلس في المسجد دقيقتين أو 3 دقائق يستطيع أنه يسبح التسبيحات الواردة بعد الصلاة. أما التسبيح المطلق فلا يشترط له أن يكون بعدد، بل يسبح الإنسان والعدد لا يضيع عند الله عز وجل، فلو سبح مثلا 500 ثم أضاع العدد فله أن يسبح ما شاء لكن ما يضيع هذا عند الله عز وجل. نعم، بارك الله فيك شيخ وسلامك بعلمك. شيخ تكلمنا عن السنة الرواتب، من لم يتمكن من أداء السنة القبلية أو البعدية للصلاة في نفس الوقت هل يأتي بها بعد خروج وقت الصلاة؟ الأصل أن يأتي بها المرتبطة بالصلاة، لأنها القبلية قبل الصلاة والبعدية بعد الصلاة، لكن لا يشترط أن تكون يعني قريبة جدا من وقت الصلاة. يعني بعض الناس يقول لك مثلا يعني أنني أخرج مثلا من المسجد لصلاة العشاء وقد أصلي مثلا يخرج الساعة 7 وقد يصليها مثلا 9، نقول لا إشكال، أنت ما زلت في الوقت، وصلاة المرء في بيته أفضل كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يستثنى من ذلك الفريضة، فله أن يصليها في آخر الوقت، كان يصلي مثلا سنة الراتبة الظهر إذا لم ينسى، له أن يصلي راتبة الظهر مثلا في الساعة 2 أو له أن يصلي في 2:30 قبل صلاة العصر، لكن إذا فاتت وكان إنسان محافظا عليها فله أن يقضيها في غير أوقات النهي المضيق التي جاء النص عليها في حديث عقبة بن عامر كما في صحيح مسلم، قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، قال حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني وقت الزوال يعني قبيل وقت الظهر ب7 دقائق أو قريب من هذا، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب.
هذه أوقات مضيقة لا يقضى فيها شيء من السنن الرواتب. وأما إذا كان محافظا على السنن الرواتب مثل نسي ما بعد الظهر أو شغل عنها كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فله أن يصليها بعد العصر وله أن يصليها قبل العصر من باب أولى. نعم. بارك الله فيك شيخ سمع بالمكرة. وذكرنا على الفاتحة مع الإمام الشيخ. نعم. متى يقرأها المأمور خاصة في الصلوات الجهرية؟ هل يقرأها بعدما أن ينتهي الإمام من الفاتحة يبدأ يشرع في الفاتحة، أما أن الإمام يكفي قراءته تكفي للمأموم ولا يأتي بها؟ هذه مسألة يعني من المسائل التي اختلف فيها قديما وحديثا والخلاف فيها طويل، لكن الذي يظهر فيها أنه لا يقرأ إذا قرأ الإمام لما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال وإذا قرأ فأنصتوا، والآية التي في آخر الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فيجب على المأموم أن ينصت وأن لا ينازع الإمام القراءة. إذا كان الإمام يقرأ ولا يترك فرصة للمأمومين للقراءة، وهذا يعني هذه الذي جاءت به السنة أن يترك يعني سكتة يسيرة مثلا بقدر ما يتردد النفس بين قراءة الفاتحة وبين الشروع في القراءة التي بعدها، فهذه سكتة يسيرة لا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فيها، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يعني يقرأ الفاتحة ثم يسكت هنيها كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالسكتة هذه لا تتسع لقراءة الفاتحة، إن ترك الإمام فرصة فيقرأ الفاتحة، وإن لم يترك فرصة فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه كما جاء في مسند الإمام أحمد، من كان له إمام فقراءته قراءة له. نعم بارك الله فيك. هذا يسأل الشيخ عن الأرض أنه شراها لبناء مسكن لكن بعد فترة أراد بيعها، يقول هل عليها زكاة الآن أم لا؟ إذا تغيرت النية مثلا شخص يعني اشترى أرض ثم بدا له أن يعني اشترى هذه الأرض بنية البناء عليها والسكن أو بنية الاستثمار أن يبني عليها مثلا عمارة للتأجير مثلا، ثم تغيرت النية ليبيع هذه الأرض، فإنها منذ أن تغيرت النية وعرضت الأرض للبيع يحسب سنة، كل ما حالت عليها حال عليها الحول درت عليها السنة ينظر قيمة الأرض القيمة الحالية الفعلية كم تساوي اليوم مثلا، درت عليها السنة كم تساوي ويزكي عنها عروض تجارة 2.5%، يعني يحسب الأرض كم تساوي، قالوا تساوي مثلا 40,000 فيها 1,000 ريال، يقسم المبلغ الذي عنده على 40 والناتج هو قيمة الزكاة. ممتاز. لحساب 2.5%. بارك الله فيك. طيب ما كانت عندها أرض الشيخ عدة سنوات لكنه لم يخرج زكاة مالها، هو أصلا جاعلها ومعدها للتجارة وللبيع، ماذا عليه الآن الشيخ؟ إذا كان أعدها للبيع وعرضها للبيع فإن عليه زكاة السنوات، يعني أبقاها سنتين ثلاث ما انباعت عليه الزكاة، لكن أحيانا بعض الناس يقولون أنا ما عندي مال أخرج زكاتها، نقول تبقى في ذمتك، إذا باع الأرض فينظر كم سنة دارت عليها، دار عليها 3 سنوات فيحسب قيمة الأرض في كل سنة ويزكي عنها على 3 سنوات مثلا، أو دارت عليها 5 سنوات يحسب قيمة الأرض، إذا كانت قيمة الأرض ثابتة لا إشكال، إذا كانت قيمة الأرض متفاوتة فيحسب مثلا السنة الأولى كانت تساوي 40,000، السنة الثانية تساوي 50,000 ويخرج زكاة 40، ثم يخرج زكاة 50، ثم يخرج زكاة 60، ثم يخرج زكاة 70، ثم يخرج زكاة السنة الأخيرة كم تساوي اليوم. يعني بعدد السنين، وإذا كان يعلم سعره كم كان في السنة. نعم. ممتاز. بارك الله فيك. طيب الشيخ من كان عنده مثل شقق للإيجار هل عليها زكاة الآن؟ لا، على الشقق نفسها ليس عليها زكاة، موعد للإيجار ليس عليه زكاة، وإنما الزكاة على المال المتحصل منها إذا دارت عليه السنة. ممتاز. نعم. يعني ما جعل للإيجار ليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة سواء من السيارات أو من العمارات أو يعني من الأراضي ليس عليها زكاة. بارك الله. طيب والأسهم الشيخ إذا كان لها أسهم في البنك هل عليها زكاة؟ الأسهم يفرق بين يعني فيها أهل العلم ما كان للاستثمار أو ما كان للمضاربة. ممتاز. نعم، فيفرقون بينهما ويقولون إذا كانت الشركة التي عندها الأسهم، يعني مثلا شخص يستثمر عند شركة اشترى أسهم شركة ويأخذ الأرباح السنوية، فإذا كانت الشركة تزكي فليس عليه شيء، وأما المضاربة فعليها الزكاة باعتبارها عروض تجارة. بارك الله فيك. طيب الشيخ ما كان عنده مبلغ من المال لعدة سنوات ودار عليه الحول أكثر من مرة وثم أنفقه واستخرجه وتاجر به مثلا أو أنفقه في مجال معين لكنه لم يزكي السنوات الماضية وهو الآن أنفق المال، هل يبقى في ذمته إخراج الزكاة للسنوات الماضية مثلا بقي 3 سنوات مثلا 100,000 بقي 3 سنوات دار عليه الحول أكثر من مرة وهي في حسابه وأنفقها الآن، هل يلزمه زكاة للسنوات الماضية؟
نعم يلزمه الزكاة مثل ما قلنا في الأراضي، يقدر أنها أول سنة مثلا 100,000 وأخرج منها الزكاة، السنة الثانية ينقص المبلغ بقدر ما استهلك منه أو بقدر قيمة الزكاة. يعني نفرض أنه يعني استخرج من 100,000 الزكاة، فنقول يسقط من 100,000 هذه 2,500 تسقط من حساب الزكاة في السنة الثانية، وتسقط القيمة 5,000 من السنة الثالثة، لأن يعني كل سنة يزكي يخرج مبلغ من المال. أما إذا كان المال يزيد أو ينقص فبحسب ما تدور عليه السنة وهي باقية في ذمته، إذا كان المبلغ بقي عنده 3 سنوات أو 5 سنوات نقول عليك زكاة هذه السنوات، كل ما حال عليك الحول عليك زكاة. نعم، ويجب على الإنسان أن يبري ذمته، لأنه لا يدري، ربما ينسى، ربما يموت، ربما يذهب هذا المال ثم لا يستطيع أن يخرج فيبقى في ذمته، وهو دين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في من سئل عن الحج قال دين الله، يعني هذا دين لله عز وجل على الإنسان، يجب على الإنسان أن يوفي بهذا الدين ويسدد. بارك الله فيك. الزكاة على المبالغ شيخ، هل هناك مبلغ معين أو أي مبلغ يدر عليه الحول يكون فيه زكاة؟ لا، هناك الذي يحدده العلماء أو جمع من أهل العلم المعاصرين قالوا إذا بلغ المال 595 بالفضة بالجرام الفضة فيذهب ويسأل كم تساوي الفضة اليوم. لو افترضنا أنها تساوي ريال، جرام الفضة يساوي ريال، فعليه إذا كان عليه 595 ريال ففيها زكاة إذا حال عليه الحول، بشرط أن يبقى هذا المبلغ حتى يحول عليه الحول. إذا كان الفضة مثلا الجرام يساوي ريالين فالخمسمائة والستمائة ليس فيها زكاة، بل الألف ريال إذا كان الجرام الفضة يساوي ريالين الألف ريال ليس فيه زكاة، وإنما يرجع إلى ذلك في بحسب السعر، لأنه يتفاوت، أحيانا يرتفع أحيانا ينزل، أحيانا يصل إلى ريال وأحيانا يرتفع إلى 3 أو يزيد. نعم، بارك الله فيك شيخ. لعلي شيخ نختم حلقتنا برسالة توجهها للمشاهد الكريم خاصة مع هذه الأجواء الجميلة، نسأل الله عز وجل يغيث البلاد والعباد. الكثير من الناس شيخ لا زال مبارز الله عز وجل بالمعاصي، بينه وبين الله عز وجل المعاصي، قد يحرم الإنسان غيره الخير بسبب ذنب أصابه وهو أو معصية اقترفها. جاء في تفسير قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قال مجاهد هي البهائم إذا اشتدت السنة، يعني ما نزل في مطار وأصاب الناس القحط، فأول من يتضرر بذلك البهائم. قال هي البهائم تلعن عصاة بني آدم. فانظر يا أخي الكريم إلى الفرق بين صنفين من الناس، صنف تستغفر له المخلوقات حتى الحيتان في الماء وهو الذي يعلم الناس الخير وينشر الخير، وصنف تلعنه حتى البهائم حتى العجموات. فاختر لنفسك ما تشاء، يختار الإنسان لنفسه ما يشاء، هل يريد أن يكون من الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بهذه المعاصي؟ حتى البهائم والعجموات تلعن يعني العاصي بلسان الحال كما جاء في تفسير هذه الآية، أو يريد من أن يكون من الذين يصلي عليهم الله عز وجل وملائكته وتستغفر لهم حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها؟ نعم، فينظر الإنسان، وهذه حقيقة نعم، ونحن نتقلب في نعم لا تعد ولا تحصى، واجب الإنسان تجاه هذه النعم أن يشكر الله عز وجل عليها. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كما جاء في حديث عائشة في الصحيح أنه إذا يعني رأى الغيم تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام ودخل وخرج ويكون على وجل أنه يعني ما يؤمنني، أنهم قوم رأوا يعني الأحقاف رأوا المطر أو الأثار الظلة فقالوا هذا عارض ممطرنا كما أخبر الله عز وجل عنه. قالوا وما يؤمنني؟ قالت عائشة فإذا أمطرت أو يعني نزل المطر سري عن النبي عليه الصلاة والسلام وسر بذلك. الأمر الآخر أن الإنسان إذا خرج إلى مثل هذه الأماكن يخرج خروج تفكر واعتبار وشكر لله عز وجل، لا أن يخرج خروج أشر وبطر وكفران لهذه النعمة. الأمر الآخر أن لا يلقي بنفسه في التهلكة كما قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ينزل في بطون الأودية ولا يسبح في الأماكن التي فيها يعني خطورة أو فيها طين أو ما إلى ذلك ويعرض نفسه ويعرض أهلها ومن تحت يده لهذه الخطورة فيكون تسبب في قتل نفسه أو في قتلهم ويسأل عن هذا يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يصلح البلاد والعباد وأن يغيثنا يجعله صيبا نافعا وبلاغا ومتاعا إلى حين. بارك الله فيك. كنت سأختم لكن يبدو مع اتصال ولعلي أختم به شيخنا. معي أبو محمد، سلام عليكم.
الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. حياك الله، تفضل، يسمعك الشيخ، سؤالك. عندي سؤال عند الشيخ. سم كرما اسمع لي كيف من هذا الهاتف الشيخ واغلق اسمع، التلفاز يا يعني في ابو واحد محمد. محافظ على الصلوات ويذكر الكرب، سم فهمت؟ سم سم واصل. ويعني يصلي الفجر، بعد الفجر يذكر الأذكار وذا، بس إنها يعني لا طلع الصبح يدخن هو بس يا شيخ. تسمع إجابة الشيخ. السؤال، السؤال ما هو؟ يقول رجل محافظ على الصلوات وخاصة صلاة الفجر، لكن يقول إنه يدخن. هذا سؤال، تفضل. طيب، نقول نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه لما فيه الخير. والإنسان يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولو نظرنا إلى مثلا المدخن، إذا كان يشتري علبة واحدة في اليوم ب6 ريالات، فقد يشتري في الشهر مثلا بستة في ثلاثة في 18، يشتري بالشهر 180 ريال، هذا أقل ما يشتري. بالإضافة إلى أنه يضر بنفسه، وهذه الصحة نعمة من الله عز وجل على الإنسان. واجب النعمة كما قلنا قبل قليل أن يشكر الإنسان الله عز وجل على هذه النعمة، وأن لا يضر بنفسه، وأن يخشى الإنسان على نفسه أن يكون ممن قتل نفسه بسم، كما جاء في الحديث في الصحيح أنه من قتل نفسه بسم فهو يتحساه يوم القيامة في نار جهنم. وهذا من الوعيد الشديد على من فعل ذلك بنفسه، إما أن قتلها بسم أو قتلها بحديدة أو قتلها بمخدرات أو غير ذلك. فعلى الإنسان يتقي الله عز وجل وأن يجاهد نفسه، وليس بين ذلك وبين الترك، بين الإنسان وبين ترك التدخين، إلا مجاهدة النفس. بعض الناس يقول لا أستطيع أو غير ذلك، أقول له يا أخي الكريم، أنت في رمضان تصبر أحيانا 15 ساعة بدون تدخين ولا تفكر فيه وتصبر، قد يتضايق الإنسان في اليوم الأول لكنه بعد ذلك يتأقلم على ذلك. أنا أقول اجعل أيامك كلها رمضان، اجعل حياتك كلها رمضان وجاهد نفسك على هذا. أنا أعرف شخص ابتلي بالمخدرات وبالحشيش 20 سنة، فلما قرر أن ترك هذا الوباء وهذا الداء وهذه الآثام تركها في لحظة واحدة، وترك صحبة السوء وترك الأشياء التي تعين على هذه الأشياء الخطيرة والموبوءة. فليس بين الإنسان إلا أن ينتصر على هذه الرغبة وهذه الشهوة وهذه السيجارة، والأمر فيها يسير، لكن الإنسان يستعين بالله، استعين بالله يعينك الله عز وجل. بارك الله فيك شيخ، وسلم بعلمك وجزاك عنا خير. شكرا لك. وإياكم الله يجزاكم خير. الله يسعدكم. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، نحن وإياكم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم برنامج الفتاوى. الشكر فيها موصول لصاحب فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم الداعي بوزارة الشؤون الإسلامية. لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله عز وجل عصر الأربعاء القادم. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.